صور من ذكاء الأصمعي. قال الأصمعي: حضرت أنا وأبو عبيدة عند الفضل بن الربيع، فقال لي: كم كتابك في الخيل؟ فقلت: مجلد واحد. فسأل أبا عبيدة عن كتابه فقال: 50 مجلدا. فقال له: قم إلى هذا الفرس وأمسك عضوا عضوا منه وسمه لي. فقال: لست بيطارا، وإنما هذا شيء أخذته عن العرب. فقال: قم يا أصمعي وافعل ذلك. وأمسكت ناصيته وجعلت أذكر عضوا عضوا وأضع يدي عليه وأنشد ما قالته العرب فيه، إلى أن بلغت حافرة فقال: خذه. فأخذت الفرس، وكنت إذا أردت أن أغيظه، يعني أبا عبيدة، ركبت الفرس وأتيته. قال الرياشي: كنا عند الأصمعي فوقف عليه أعرابي فقال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم. قال: أنت عالم أهل الحضر بكلام العرب؟ قال: كذلك يزعمون. قال: ما معنى قول الأول: وما ذاك إلا الديك شارب خمرة نديم الغراب لا يمل الحوانية؟ فلما استقل الصبح نادى بصوته: ألا يا غراب، هل رددت ردائي؟ فقال الأصمعي: إن العرب كانت تزعم أن الديك في الزمان الأول كان ذا جناح يطير به في الجو، وأن الغراب كان ذا جناح كجناح الديك لا يطير به، وأنهما تنادما ذات ليلة في حانة يشربان، فنفد شرابهما، فقال الغراب للديك: لو أعرتني جناحك لأتيتك بشراب. فأعاره جناحه فطار ولم يرجع، فزعموا أن الديك إنما يصيح عند الفجر استدعاء لجناحه من الغراب. فضحك الأعرابي وقال: ما أنت إلا شيطان. عن أبي عثمان الأشنان داني قال: كنا يوما في حلقة الأصمعي إذ أقبل أعرابي يرفل في الخزوز، فقال: أين عميدكم؟ فأشرنا إلى الأصمعي، فقال: ما معنى قول الشاعر: لا مال إلا العطاف توزره، أم 30 وابنة الجبل، لا يرتقي النز في ذلاذله، ولا يعدي نعليه عن بللي. قال: فضحك الأصمعي وقال: عصرته نطفة تضمنها لصب تلقى مواقع السبل، أو وجبة من جنات أشكلة إن لم يرغها بالقوس لم تنلي. قال: فأدبر الأعرابي وهو يقول: تالله ما رأيتك اليوم عضلة. وهذا امتحان آخر تعرض له الأصمعي فغلب خصمه، حيث جاءه الأعرابي بهذا الشعر العويص فرد عليه بما يناسبه من القصيدة نفسها. وقد فسر ذلك على النحو الآتي: يصف الشاعر رجلا خائفا لجأ إلى الجبل يحتمي فيه، ومعه عطافه وهو السيف، وأم 30 وهي كنانة سهامه فيها 30 سهما، وابنة الجبل يعني بها القوس لأنها تصنع من شجر ينبت في أطراف الجبال. وهذا الرجل يحل مشكلته على النحو الآتي: عصرته نطفة، أي ملجأه إلى نقطة ماء تكون في اللصب، وهو شق الجبل الذي تلقى نزول السبل أي المطر، ويأكل في اليوم وجبة طعام من جني الأشكلة، وهو ثمر السدر الجبلي، وهو ثمر ينال بطرف قوسه. وفي الخبر دليل على دقة الأصمعي وسعة علمه وتبحره في ثقافة العرب من الشعر والنثر.